هنا أمستردام، القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية. مجلة أمستردام، مجلة إذاعية أسبوعية، تقارير وحوارات من الشرق الأوسط، المغرب الكبير وهولندا، ومختارات من برامج الشركاء. مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من مجلة أمستردام. ترافقكم في هذه الحلقة كالعادة كريمة إدريسي. نتوقف لحين لدى الجالية المغربية في هولندا. وقعت في الثمانينات من القرن الماضي مأساة صامتة في أوساط الجالية المغربية في هولندا، فالرجال المغاربة الذين كانوا قد قدموا قبل عقدين إلى هولندا راحوا يجلبون أسرهم للاستقرار بجانبهم فيما أصبح يسمى بالتجمع العائلي. لكن لم شمل العائلات الذي تم على نطاق واسع تزامن مع مرحلة ركود اقتصادي، مما أدى إلى أن يصبح معظم الرجال المغاربة عاطلين عن العمل. التجمع العائلي والركود الاقتصادي شكل كوكتيلا ساما، تقول نادية بوراس، هولندية من أصل مغربي أجرت دراسة أكاديمية في جامعة لايدن حول أواصر العلاقة بين الجالية المغربية في هولندا وبلد المنشأ المغرب. الأبطال السابقون والمغامرون الشباب الذين بنوا حياة جديدة في الخارج اختفى وجههم فجأة، إذ اضطروا للجلوس في المنزل مع أسرهم الكبيرة التي باعدت بينهم سنوات طويلة من الغربة فضلا عن البطالة، مما أدى إلى تقويض سلطة الآباء التقليدية. مع أب عاطل عن العمل وأم وصلت للتو إلى هولندا أصبحت تربية الأبناء أمرا صعبا. الآباء العاطلون عن العمل حاولوا التعويض عن خسارتهم لسلطتهم بتركيز الاهتمام أكثر بكثير من السابق على وطنهم الأصل وعلى الإسلام وثقافتهم. تطرقت نادية بوراس في أطروحتها كذلك لنظرة السياسيين الهولنديين نحو علاقة الهولنديين المغاربة مع بلدهم الأصلي. في بادئ الأمر نظر السياسيون الهولنديون للعلاقة القوية مع البلد الأصل وللثقافة المغربية كعامل لتعزيز الاندماج، لكن منذ بداية التسعينات تغيرت هذه الرؤية بشكل جذري، إذ خلال 10 سنوات تفشت البطالة بشكل كبير في أوساط الجالية المغربية، ومعها المشاكل الاجتماعية من سكن غير لائق إلى تدني مستوى التعليم وغيرها من المشاكل. غير أن بوراس غير مقتنعة بهذا التفسير الثقافي وتقول إن مأساة الثمانينات هي وراء الوضعية الاجتماعية المتدنية للمغاربة في هولندا وليس الثقافة، كما لا علاقة للإسلام والثقافة المغربية بهذا الأمر بتاتاً.